يعني بداية، هل سيكون هنالك توافق قريب بين الإطار والتيار لتشكيل الحكومة، أم أن هذا الأمر ربما يستغرق وقت طويل؟ تفضل. بالبداية تحية لكم لمتابعيكم ومتابعي قناة واني نيوز الكرام. يعني أعتقد أن دعوة الإطار لتشكيل حكومة توافق تقابلها دعوة أخرى من الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية. هي كلا الطرفين عندهم أبعاد سياسية حول الموضوع أو حول هذه الرؤية. الأول، الإطار التنسيقي ينظر إلى مستقبل حكومة تشكل عبر الأغلبية أولاً، وينظر إلى وجوده يعني قضية وجود بالنسبة إليه هو عدم مشاركته في الحكومة، يعني ينظر إلى وجود أو يعني يتوقع وجود قوى خارجية وأجندات خارجية تعمل على إنهاء وجوده السياسي وكيان السياسي داخل منظومة الحكم يعني منذ سنوات. فهذه من جهة. فأما الوجهة الأخرى من وجهة نظر الكتلة الصدرية، تنظر إلى تشكيل حكومة تحاول أن تستبعد به أطراف شيعة معينين، أطراف وقوى سياسية شيعية تحديدا، أهم لأغراض بالغالب لأغراض سياسية وأغراض متعلقة بالتنافس السياسي. هذا إحنا نعتقده بالنسبة للطرفين. المستقبل القادم إذا تمكن، طبعا اليوم إحنا في ماراثون، الماراثون التسابق نحو تشكيل الكتلة الأكبر من خلال ما نشهده هذه الأيام الماضية وحتى الأيام القادمة، الأيام الثلاثة القادمة، من حركة وزيارات متعددة سوف تشهدها أربيل والنجف وبغداد، كل هذه في مساعي الكتل لتشكيل الكتلة الأكبر، أو على الأقل مساعي الأطراف الشيعية بالدرجة الأولى في تشكيل الكتلة الأكبر. طيب، يعني إذا استطاعت كتلة الإطار التنسيقي أو مجموعة الإطار التنسيقي الشيعي من الحصول على توافقات وتفاهمات مع أطراف كردية وسنية، راح تدعو الكتلة الصدرية والسيد مقتدى الصدر إلى الانضمام إلى المجموعة بالكامل لتشكيل حكومة ذات توافق يعني عالي على غرار الحكومات المشكلة. يبقى الأمر عائد للسيد الصدر بقبولها بهذه الخطوة أو لا. أما إذا افترضنا أنه الكتلة الصدرية قد سابقت الزمن وحصلت على تفاهمات مع أطراف كردية وأطراف عربية سنية، وهذه التفاهمات ارتقت إلى تشكيل تحالف واسع، فإنه بكل تأكيد سوف يحاول تجنيب الحكومة القادمة يعني من أن تكون ضمن حكومة توافق، خصوصا لأطراف سياسية شيعية معينة يحاول أن يحيدهم من المشهد السياسي. ممكن يقيم بعض الدعوات المحدودة لأطراف محدودة في كتلة الإطار التنسيقي. هذا إحنا نتوقع مستقبل التحالفات القادمة.